مساء الخير، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وحال. معاكم دكتور اندرو جميل، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل بعياده الكنانه التخصصيه. النهارده حابب اكلمكم عن موضوع مشهور قوي وهو التواء اربطه الكاحل او المعروف بانكل سبرين. ارتواء اربطه الكاحل ده بيحصل كتير لينا بسبب ان احنا رجلينا بتلف لجوه، ده الاشهر، وبيحصل تمزق في اربطه الكاحل الخارجيه. تمام، ده بسبب ان احنا بنمشي على ارض مش مستويه كتير، بيحصل مشهور قوي في الرياضيين، الناس اللي بتلبس كعب عالي، السيدات اللي بتلبس كعب عالي مشهور قوي، بيبقى في وضع القدم قريب قوي ان يحصل فيه التواء داخلي. الاصابه دي لما بتحصل بيبقى ليها 3 انواع او 3 درجات. اول درجه منهم وهي جريد 1 ودي اسهل واحده فيهم، ان رجليه بتقول ان لفت لجوه او خانتني لجوه لكن بدرجه بسيطه. لما بتحصل دي بتاثر على الرباط الامامي اللي هو الانتيرو تيلو فيبولر ليجامنت، نادرا لما تحصل شد على الرباط اللي في النص الكالكينيو فيبولر، بيبقى معاها الم، احيانا معاها تورم. تمام، والمريض بيقدر يحمل على رجليه ويمشي تاني طبيعي، ولكن بيظهر بعض الالم لما بكون محتاج ان انا الف رجلي في اوضاع معينه، ان انا ادخل القدم لجوه شويه ولتحت يبدا يظهر الالم. بس الدرجه الثانيه او جريد 2 دي بتبقى الاصابه لازم تكون جابت الرباط الامامي اللي هو الانتيرو تيلو فيبولر ليجامنت والرباط اللي في النص كالكينيو فيبولر ليجامنت، يبقى فيها تمزق برضو. دي بيحصل معاها تورم، بيكون في الم، وكمان بحمل بس نص تحميله، بيكون في زكه مش قادر احمل تحميل كامل. ودي بتبقى اصابه متوسطه. الدرجه الثالثه ودي الدرجه الاعنف والاكثر خطوره، اللفه بتبقى شديده جدا للقدم، بيلف كله لجوه خالص، واحيانا بسمع معاها صوت زي صوت ترقعه حصلت، ودي بتحصل في الرباط الامامي اللي احنا قلناه انتيرو تيرو فيبرال ليجامنت والرباط اللي في النص كالكينيو فيبولر ليجامنت، وكمان الخلفي البوستيرو تيرو فيبولر ليجامنت بيحصل عليه شده الرباط الخلفي. الاصابه دي احيانا بيبقى معاها كمان كسر في طرف عظمه الشظيه او في القاعده او في عظمه الصابع الصغير، بتبقى اكثرهم خطوره، بيحصل معاها طبعا تورم شديد، عدم القدره ان احط رجلي خالص احمل، وكمان مش قادر احرك في اي اتجاه المفصل. دول ال3 درجات. طيب احنا بنعمل ايه لما بيجي لنا المريض في التاهيل؟ بالنسبه للاصابه من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه بنبدا معاهم بروتوكول مشهور قوي اسمه رايس، كل حرف بيدل على حاجه بنعملها. اول حرف ار هو الريست، بنخلي المريض انه ستيل لازم يكون في راحه، مفيش تحميل الفتره الجايه. تاني حرف اي ايس، بنوصيه بكمادات ساقعه تمام على المفصل ومتكونش مباشره للجلد على طول. تالت حرف سي كومبريشن، وده لازم نعمله، بنبدا نربط الكاحل كويس قوي تمام عشان خاطر التورم. ولو الاصابه من الدرجه الثانيه بيبقى فيه كمان بعض السبورت او الجباير اللي بتمنع ان الكاحل يلف في يمين او شمال عشان نحافظ في الفتره دي ان ما يحصلش زياده في الاصابه. اخر حرف الاي بنعمله اليفيشن، بنوصيه يرفع رجليه لو كان فيه كمان تورم. فهو الرايس ده بدايه اللي احنا اللي بنبدا مع المريض لما بيجي لنا بعد الاصابه. بعد كده بنعمل ايه؟ بنبدا نشوف المفصل ونبدا نحركه في كل الاتجاهات، نرجع تاني الحركات في كل الاتجاهات، ونبدا نشغل العضلات اللي حوالين المفصل وخصوصا العضلات اللي بتلف المفصل للخارج عشان دي بتمنع الاصابه انها تتكرر تاني، ودي بتبقى اكتر عضلات ضعيفه. واهم حاجه بنبدا بعد كده نخش في المرحله الاخيره وهي مرحله الاستابيليتي او الاتزان. بنبدا المريض بنعلمه تمارين اتزان على المفصل نفسها وبنحطه في اوضاع تزود الطلب بتاع المفصل او تزود اتزان او احساس بالاتزان جوه المفصل عشان نمنع المريض لما بيمشي على اسطح غير مستويه انه ما يتكررش تاني رجليه تخونه او يحصل تاني الاصابه. ده ببساطه شديده اللي احنا كنا بنعمله في المرحله الاولى والثانيه. بالنسبه بقى للمرحله الثالثه ودي زي ما قلنا اكثر خطوره، تمام، دي بيبقى طبعا لازم المريض بيتثبت فيها فتره بيلبس جبيره، ولو كان في كسر حصل بيخش في كاست او بيعمل جبس، واحيانا المريض بيحتاج لعمليه. بعد فتره كبيره من التثبيت بتوصل من 4 ل 6 اسابيع بيبدا المريض ياخد درجات التاهيل اللي حصلت قبل كده. لما بيجي لنا بنبدا معاه ان احنا نرجع تاني
الحركة في كل الاتجاهات، ونبدأ تاني نقوي العضلات. ونفس الكلام بندخله في المرحلة الأخيرة، مرحلة الاتزان على المفصل، لغاية ما يرجع تاني زي قبل الإصابة. ده ببساطة شديدة موضوع إصابة الكاحل أو التواء الكاحل الأنكل سبرين. كان معاكم دكتور أندرو جميل، أخصائي علاج الطبيعي والتأهيل من عيادات الكنانة. انتظرونا في فيديوهات قادمة.